السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ طيب، المحاضرة اللي فاتت عايزين نقول عليها ريفيجن سريع جدا 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 كده. كنا بنتكلم على ايه؟ على شوية مفاهيم أساسية، علشان دي مفاهيم مبدئية كده يعتبروا كتمهيد عشان نبدأ نتكلم في موضوعنا اللي هو مدخل الصحافة والنشر الإلكتروني. تمام كده؟ مدخل الصحافة والنشر الإلكتروني بيتقسم لحاجتين، الأول الصحافة، وبعد ما بنعمل الصحيفة أو بنعمل ايه؟ بننشرها. طيب، عشان كده هنتكلم عن الصحافة وعن النشر الإلكتروني. والصحافة هنتكلم عن الصحافة الورقية والإلكترونية. أول حاجة اتكلمنا فيها قلنا المؤسسة الصحفية. إيه هي المؤسسة الصحفية ديت؟ قلنا عبارة عن مؤسسات وشركات بتعمل النشر والتوزيع. بتعمل إيه؟ بتصدر صحف إيه؟ ورقية أو إلكترونية. برافو. طيب، إيه هي بقى نظام ملكيتها؟ يا إما قومية أو شركات مساهمة أو حسبية. طيب، قلنا بعد كده ايه هي الصحيفه؟ هي كل اصدار ماله، ورقي او الكتروني. شوف، دايما نتكلم ورقي او الكتروني، لان الصحافه دلوقتي اصبحت المستقبل كله للصحافه الالكترونيه. طيب، طبعا قلنا انها بتصدر في مواعيد ايه؟ منتظمه. طب ايه هي بقى المواعيد المنتظمه؟ اللي هي دوريه صدور الصحيفه. يعني ايه دوريه صدور الصحيفه؟ يعني يوميه ولا اسبوعيه ولا الكلام ده قلناه صح؟ طيب، قلنا بقى بعد كده ايه هي السياسه التحريريه؟ لان هما الصحفيين لازم يلتزموا بالسياسه التحريريه بتاعت الصحيفه، هي مجموعه المبادئ وقواعد الخطوط العريضه اللي ايه؟ اللي الصحفي لازم بيلتزم بيها اثناء ما ايه؟ بيشتغل في صحيفه. طيب، ايه هي غرف الاخبار؟ طبعا المكان اللي بيقعد فيه الصحفي، سواء كان مراسل ولا صحفي ولا مخرج ولا اي. طيب، ايا كان. بعد كده الجهاز التحريري. ايه هو الجهاز التحريري؟ الجهاز التحريري هو اللي بيضم كل الناس اللي بيشتغلوا في الصحيفة. زي مين؟ من اول رئيس التحرير، هو اكبر حد في الصحيفة، للمستشارين بتوعه والمساعدين ومديرين التحرير ورؤساء الاقسام والمصحفين، سواء كان مندوب او مراسل او صحفي. طيب، مين هو بعد كده؟ اتنقلنا الى مين هو المندوب الصحفي. مين هو المندوب الصحفي؟ طبعا اللي هو شغال في الصحيفة وبيروح يغطي ويرجع للصحيفة بعد الظهر على طول علشان يكمل ايه شغله. يعني بيبقى ممكن ينتدب لوزارة البيئة، وزارة التعليم والعالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، اي وزارة من الايه الوزارات، او وزارة الري. في بعد كده المراسل الصحفي. مين هو المراسل الصحفي؟ هو مندوب الصحيفة، بس فين بقى؟ خارج الاقليم. يعني ايه؟ يعني في مراسل داخلي ومراسل خارجي. المراسل الداخلي قلنا او المحلي اللي هو بيبقى ايه؟ جوه الدوله، لكن خارجي بره الدوله. بعد كده قلنا ايه هو النشر الالكتروني. احنا ما بعد ما قلنا بنحرر بنعمل ايه؟ بننشر. طب بننشر ازاي؟ عندنا بننشر الكتروني. يعني ايه الكتروني؟ يعني رقمي. بنعالج ونبث ونعرض كله الكتروني او رقمي، سواء كان بقى ممكن يكون تكست او صور او رسوم، كل دوت ممكن بنعالجه بالنشر الالكتروني. طيب بعد كده، طب وايه مزايا النشر الالكتروني ده؟ ليه تحولنا من النشر الورقي الى النشر الالكتروني؟ علشان طبعا انخفاض التكلفه، وعشان ما احناش محتاجين ناس تيجي توزع علينا، احنا بنعرف ننشر احنا على طول، وعلشان الانتشار الواسع. طبعا انا ما اكون عندي صحيفه مطبوعه اكيد ليها ليميت، لكن لما اكون على النت طبعا اي حد ممكن تتوزع بطريقه اوسع بكتير وعلى عدد ناس اكبر. بعد كده قلنا التفاعليه. يعني ايه؟ يعني في تفاعل بين مين ومين؟ القارئ والمحرر. والمرونه، اقدر اعدل واغير وبدل على طول. قلنا الصحافه الالكترونيه هي ممكن تكون ليها صحيفه ورقيه وليها اصل، ليها اصل ورقي وتنشر على النت، وممكن تكون صحيفه الكترونيه او رقميه بده يكون ما يكون ليها ايه موقع على ورقي. طيب بعد كده قلنا ايه؟ مين هو محرر الويب؟ اللي هو بيشتغل على الانترنت بس، لكن ما بيشتغلش في صحيفة ورقية. مين هو محرر شبكات التواصل الاجتماعي؟ اللي هو بيشتغل على مواقع شفتوا التعريف موجود سهل جدا منه فيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، قلنا ايه هي المنصة الالكترونية؟ طبعا قلنا هي نافذة تسمح اتصالية، اهم حاجة نافذة اتصالية تسمح لايه؟ لمشاركين كتير، سواء كان منتج او مستهلك. يعني منتج او مستهلك؟ منتج اللي هو اللي بينتج المعلومه، ومستهلك اللي بيستهلك المعلومه اللي هو القارئ يعني. بعد كده اتكلمنا على المدونه المهنيه، وقلنا المدونه هي عباره عن كتيب او دليل ارشادي يتضمن مجموعه من المعلومات. دي كانت المبادئ اللي هيشتغل عليها. طيب، دي كانت كده ريفيجن سريعه جدا 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 عن اللي خدناه المره اللي فاتت. طيب، هناخد ايه بقى النهارده؟ هناخد حاجه اسمها انواع الصحف.
هندخل بقى في المهم، يعني ايه انواع الصحف؟ هل الصحف ليها انواع؟ انا بقسم الصحف من ناحية كذا معيار. طيب ايه هي تقسيم الصحف او انواع الصحف؟ اقدر اقسمها لايه؟ عندي كذا تقسيم اقدر اقسم بيه الصحف. يعني ايه كذا تقسيم، كذا معيار، كذا طريقة بقسم بيها الصحف، انواع الصحف؟ زي ايه؟ عندي معيار او تقسيم، نوع تقسيم دورية الصدور او التغطية الصحفية او الاتجاه السياسي او يعني ايه. طيب انا يعني ايه بقسمها كذا بكذا طريقة؟ زي مثلا انا قلت لكم مثال كده، عايزة اقسم سكان مصر هنقسمهم لايه؟ بصوا، واحد هيقول لكم هنقسمها لاناث وذكور، واحد تاني هيقول لكم لا احنا هنقسمها الريف وحضر، واحد تاني يقول لك لا هقسمها اطفال وشباب وشيوخ، واحد يقول مش هما نفس سكان مصر بس بتقسيم بطرق مختلفة. صح. طيب ده بقى برضو الصحف هقسمها بس بطرق مختلفة، زي ما كده قسمنا سكان مصر لريف وحضر، لاطفال وشباب وشيوخ، لمرأة ورجل، وهكذا. ايه هنقسم برضو الصحف بطرق كتيرة مختلفة. طيب ايه هما الطرق المختلفة؟ احنا عندنا 8 طرق نقسم بيها الصحف، او 8 معايير نقسم بيها الصحف، او 8 انواع نقدر ان احنا نقسم بيها الصحف. ايه هو المعيار الاول ان احنا نقسم بيه الصحف؟ اسمه معيار دورية الصدور. يعني ايه معيار دورية الصدور؟ احنا قلنا ايه هي دورية الصدور؟ يعني ايه دورية؟ يعني الميعاد اللي بتصدر فيها الصحيفة الميعاد اللي بعده. طيب لو في صحيفة بتصدر مرة بعد أسبوع ومرة بعد شهر ومرة بعد يوم، دي لا تطلق عليها صحيفة، لأن شرط من شروط الصحيفة إنها تكون ليها دورية ثابتة لا تتغير. يبقى الكلام ده مهم جدا، ها حتى مش موجود في الكتاب، لازم نحفظها. إيه هي الدورية؟ إن شرط من شروط الصحيفة انها تكون ليها دورية ثابتة، يعني اليومية تفضل يومية طول عمرها، الاسبوعية تفضل اسبوعية، الشهرية تفضل شهرية، النصف سنوية، وهكذا. تمام كده. طيب بعد كده احنا يبقى هو دوت ايه الدورية. طيب هنقسمها ازاي بقى من حيث الدورية؟ ان في صحف يومية، وفي صحف اسبوعية، وفي صحف شهرية، وفي صحف نصف سنوية، وفي صحف ربع سنوية، وفي صحف نصف شهرية على فكرة، وفي صحف طب يعني ايه ربع سنوية؟ يعني بتصدر 4 مرات في السنة، يعني كل 3 شهور اسمها، او ممكن نقول عليها فصلية. ليه؟ لان احنا بتصدر 4 مرات في السنة، يعني ايه؟ يعني خريف وربيع وشتاء والصيف، تصدر في الـ4 فصول. طيب واليومية؟ اليومية أحيانا يطلع منها إصدارين، مرة صباحي ومرة مسائي. طيب الصباحي علشان تنشر فيه الأخبار، دي الأساسية. طب والمسائي؟ عشان لو حصل أخبار كتيرة بتعملها إيه؟ للمتابعة، عشان تتابع وتستكمل اللي سبق ونشرته في الصبح، فطبعا ديت إيه؟ صحف يومي. طب مين بيصدر أكتر الصحف؟ إيه الفرق بين الجريدة والمجلة؟ ده هنقوله في معيار تاني، بس هنقول دلوقتي خلينا نقول الدورية القليلة بتبقى للجريدة، والدورية الكبيرة اللي هي بتبدأ من أسبوعية وشهرية ونصف شهرية بتبقى مجلة. طيب يبقى أول نوع من أنواع الصحف هنقول اللي هو معيار دورية الصحف. طيب تاني نوع من أنواع الصحف هنقول حسب معيار التغطية الجغرافية. يعني إيه حسب معيار التغطية الجغرافية؟ من اسمها كده نفهمها، يعني هي أنهي منطقة جغرافية بتصدر فيها. في عندي الصحف المحلية اللي هي ريجونال، يعني جاية من إيه؟ من ريجون اللي هو الإقليم، يعني صحف إقليمية أو محلية بتصدر في المكان، في المحافظة أو في المنطقة بس. زي مثلا المحافظة الشرقية في مش عارفة جريدة اسمها صوت الشرقية، في مش عارفه صوت البحيره، وهكذا. فبيبقى كل او هنا القاهره في دي كلها صحف مالها حسب التغطيه الجغرافيه هي ايه؟ هي بتعتبر صحف محليه. طب وعندي حاجه اسمها صحف قوميه، يعني ناشونال. يعني ايه صحف قوميه يعني ناشونال؟ يعني جوه الدوله،
جوه الدولة كاملة، يعني بتصدر وتوزع في جميع أنحاء الدولة داخل حدود الدولة، زي الأهرام والأخبار والجمهورية وكل الصحف اللي انتوا عارفينها دي، تمام كده. وفي عندي صحف دولية اللي هي انترناشنال، يبقى ناشنال عندي ريجيونال وعندي ناشنال وانترناشنال. انترناشنال هي الايه؟ الصحف الدولية. يعني ايه صحف دولية؟ يعني هي بتصدر ايه في الدولة بتصدرها عشان توزع خارج الدولة، واحيانا توزع داخلها وخارجها، يعني بيبقى ليها ممكن تتوزع في الخارج بس او الداخل والخارج، تمام كده. طيب يبقى انواع الصحف عندي، اول حاجة معيار دورية الصحف، تاني حاجة معيار الايه التغطية الجغرافية، طيب وتالت حاجة عندي، تالت حاجة معيار المضمون وطبيعة الجمهور. يعني ايه معيار المضمون وطبيعة الجمهور؟ يعني انا اشوف الجمهور اللي قدامي ده، انا هو طبيعته ايه، انا عندي هو عاوز يشوف بس الرياضة، عاوز بس شباب فقط، مرأة، يبقى دي اسمها ايه، هنقسمها لحاجتين، المعيار ده هنقسمه لايه، لحاجتين، يبقى صحف عامة وصحف متخصصة. يبقى معيار انواع الصحافة الصحف حسب معيار المضمون بتنقسم لقسمين، ايه هما؟ صحف عامة وصحف متخصصة. طيب الصحف العامة قلنا زي الايه اللي هي بتصدر لكل عامة الشعب، هي يعني بتكون موجهة لكل عامة الشعب، المضمون بتاعها بيبقى كله بيبقى سياسي واقتصادي والمرأة والطفل والأدب والفن والراديو، كل حاجة اللي بتركز على كل اهتمامات الايه الشعب. طيب طبعا بيكون مضمونها غير متجانس، بتبقى لانها بتخاطب كل فئات الشعب، فيه الغني وفي الفقير، في الفلاح، في الحضر، في وهكذا، فيه المثقف فيه الجاهل، فهي بتخاطب كل الايه انواع الشعب. في اللي بيتكلم، يعني ما ينفعش مثلا في جريده، في جريده عامه هقوم انا اتكلم على الاهلاويه لان الزملكاويه هيزعلوا، يبقى لازم اتكلم بتوازن ما بين الاهلي والزمالك. لكن ما عندي بقى الصحيفه المتخصصه زي مثلا الصحف الرياضيه، في صحف للاهلي وصحف للزمالك، فدوت هو من حقه ان هو يتكلم على الاهلي بس او ده، لانها صحيفه متخصصه لمين؟ لفئه معينه من الجمهور، هو اللي بيشتريها وهو اللي بيتابعها. عندي طبعا المجلات الرياضية، عندي مجلات الفنية، طبعا الفنية معروفة ان هي بتاعة السينما والمسرح اللي بتغطي الأعمال الفنية أو الأدبية. طيب بعد كده يبقى هنقول تاني كده، يبقى أنواع الصحف بتنقسم إلى إيه؟ حسب معيارها، حسب إيه؟ حسب أول حاجة اتكلمنا عنها، حسب معيار دورية الصدور، وبعدين حسب معيار التغطية الجغرافية، وبعدين حسب معيار المضمون وطبيعة الجمهور. طب وبعدين معيار الاتجاه السياسي للصحيفة. يعني إيه معيار الاتجاه السياسي للصحيفة؟ يعني هي اتجاهها سياسي إيه؟ هي صحيفة مستقلة مش تابعة لأي حزب، فبتتكلم برأيها، بتعبر عن رأيها، ولا هي صحيفة حزبية؟ حزبية يعني تتبع لحزب، سواء كان حزب حاكم أو معارضة، مش احنا حتى الحزب الحاكم، في حزب حاكم وفي معارضة اللي هي بتعارض الحكومة، دي بتصدر صحف ودي بتصدر صحف. يبقى عندي من حيث الاتجاه السياسي، اتجاهها السياسي ايه؟ صحيفة مستقلة ولا صحيفة تابعة الحزب، أو هي لسان حال الحزب؟ لو هي لسان حال الحزب يبقى اسمها صحيفة حزبية، لو هي مستقلة ولا تتبع حزب يبقى اسمها ايه؟ صحف مستقلة. والمعيار الخامس، طيب نقول تاني كلهم معيار دورية الصدور، معيار يلا بحفظك اهو، معيار دورية الصدور، معيار التغطية الجغرافية، معيار المضمون وطبيعة الجمهور، الاتجاه السياسي للصحيفة، ودلوقتي معانا معيار حجم التوزيع وسياسة التحرير. يعني ايه معيار حجم التوزيع؟ هو انا بوزع للجمهور كله ولا النخبة؟ يعني هي الصحيفة اسمها جماهيرية ولا شعبية ولا popular؟ يعني هي الصحيفة لما تكون جماهيرية او اسمها شعبية او popular ده كله يبقى توزيعها ضخم. طب والنوع التاني اللي هو اسمه ايه، اللي بيقدم للنخبة، تبقى اسمها صحيفة النخبة او الصحيفة المحافظة او الصحافة المحافظة quality. طيب
يبقى لما تكون جماهيرية أو شعبية طبعا بتركز على إيه؟ بتخاطب القارئ العادي، هتخاطب عواطفه، ممكن بقى تنشر الحاجات اللي هي زي الجرايم والرياضة والجنسية والأخبار المجتمع والفضايح والأخبار الطريفة والمسلية، لكن صحافة النخبة لازم تتحرر دقة، تتحرر موضوعية، بتميل اتزان، التحليل بتاعها بيكون أعمق. طبعا كمان بالنسبة للفلوس هتكون الشعبية أكيد هتكون رخيصة، لكن اللي هي تحليلها أعمق بيكون إيه؟ مرتفعة الثمن نسبيا. لو يعني لو عملنا كده كومباريزون، مقارنة سريعة بين الصحف الجماهيرية أو الشعبية والبوبيولار والصحف المحافظة أو صحف النخبة، هنلاقي دي إيه؟ واحدة غالية والتانية رخيصة، واحدة تحرر الدقة، واحدة لا هي واحدة بتاخد الأحداث الطريفة والغريبة والمسلية والنجوم والفضائح، التانية لا بتبتعد عن الحاجات ديت، لا تنشرها إلا في أضيق معيار. طيب نرجع نقول كمان بتنقسم إلى إيه؟ أنواع الصحف. قلنا في معيار دورية الصدور، التغطية الجغرافية، وظيفة قصدي طبيعة الجمهور، الاتجاه السياسي، حجم التوزيع. عندي دلوقتي معيار الشكل الفني. يعني ايه الشكل الفني؟ يعني شكل الصحيفة في الآخر ايه؟ عندي دلوقتي اقول لكم عندي نوعين من الصحف الورقية، عندي نوعين من الصحف الورقية، جريدة ومجلة، جورنال يعني امسكه في ايدي كده، جورنال ومجلة. ايه الفرق بين الجورنال ومجلة؟ هي زي ما عملنا كده فروق، خلوا بالكوا كده عشان انا كلامي اللي بقوله في المحاضرة بجيبه في الأسئلة. ها ايه الفرق؟ زي ما قلنا ايه الفرق بين الجماهيرية والشعبية، قلنا في نقاط اختلاف بينهم، برضو عايزة اعرف ايه نقاط الاختلاف بين الجريدة والمجلة. هي يلا فكروا كده. طبعا الحجم اول حاجة، ها الحجم، الجريدة بتصدر في 3 احجام، 2 مشهورين وواحد مش مشهور قوي. المشهور طبعا خالص اللي هو الستاندرد اللي هو زي الاهرام والاخبار، وفي تابلويد، تابلويد اللي هو ايه الحجم النصفي، وفي حجم وسط كده بين الاثنين بس مش شائع، وانا يعني ما اعرفش في اللي صحفي زيه في مصر اللي هو زي ليموند الفرنسي. طيب في ايه؟ طب ده بالنسبه للحجم الايه، الجورنال الكبير الجريده، لكن بالنسبه للمجله حجمها طبعا بيكون اصغر، في حجم كبير شويه، ده في متوسط وفي صغير، منها 3 احجام برضو. طيب بالنسبه للحجم وبالنسبه لايه كمان، بالنسبه للغلاف، الجورنال لغلاف، الجريده لا طبعا، لكن المجله ليها غلاف. في ايه كمان؟ دورية الصدور. دي اللي قلت هشرح لكم بالتفصيل فين في دورية الصدور. طيب دورية الصدور الجورنال بيبقى يومي او اسبوعي، ما يكونش اكتر من كده، ويومي ممكن يكون صباحي، في منه صباحي وفي منه مسائي، زي الاهرام المسائي كده، في الاهرام العادي والاهرام المسائي. طيب فيه ايه تاني غير كده؟ احنا عندنا المجلة بقى دورية الصدور بتاعتها او اقل حاجة اسبوع، وبعدين ممكن تكون نصف شهرية او شهرية، يعني هما بيتفقوا مع بعض في الاسبوع، يعني ممكن يكون الجورنال اسبوع والمجلة اسبوع، لكن الجورنال ما يكونش ما يزيدش عن اسبوع، بيكون يومي او اسبوع، لكن المجلة اقل حاجة اسبوع، ممكن تكون نصف شهرية او شهرية او سنوية او نصف سنوية او فصلية. الفصلية قلنا يعني ايه؟ يعني بتصدر 4 مرات في السنة على حسب الفصول، يعني كل 3 شهور. تمام كده؟ طيب ده من حيث الشكل. طب من حيث المضمون، في اختلاف في المضمون؟ اصل الصحيفه الجورنال بيصدر كل يوم، فبيركز على ايه؟ ماذا حدث؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما يقدرش يشرح، ما عندهوش وقت يشرح. لكن المجله بتركز على ايه؟ لماذا حدث؟ عشان عندها وقت طويل، قلنا اقل اصدار من المجله اسبوع، فتقعد تشرح في ايه؟ فلماذا حدث وكيف حدث. احنا عندنا الاسئله اللي بيجاوب عليها اللي هي 5 دبليوز، اللي هي ايه؟ من وماذا ولماذا وكيف وايه اين. طيب يبقى ماذا حدث؟ هنقول حدث مثلا افتتاح مثلا افتتاح معرض مش عارفه كذا في يوم كذا مش عارفه ايه، لكن بقى هقول لماذا، هقعد اشرح ليه واقول ايه مثلا الحاجه اللي كانت احنا محتاجينها علشان يتفتح المعرض دوت، وايه بداياته، طيب وكيف حدث، ونقعد نشرح. فدوت مش ما عندهوش وقت في الجورنال ان هو يعمل كده، فدوت مين اللي بيعمل؟ بيبقى في طبعا، بس بيبقى ممكن لو هو اسبوعي بيحاولوا الى حد ما.
لكن المجلة طبعا بتميل إلى مزيد من العمق في معالجتها. طيب بعد كده عندنا معيار اسمه الوسيط الاتصالي، يبقى أنواع الصحف حسب معيار دورية الصدور، بتصدر امتى، معيار التغطية الجغرافية محلية وقومية ولا دولية. طيب معيار المضمون وطبيعة الجمهور، هو عام ولا متخصص، معيار الاتجاه السياسي للصحيفة مستقلة ولا حزبية، معيار حجم التوزيع جماهيرية ولا نخبة، معيار الشكل الفني مجلة ولا جريدة، معيار الوسيط الاتصالي. الذي ايه هو الوسيط الاتصالي؟ يعني ايه اللي بيشيل المعلومة بتاعت الصحيفة دي؟ مين اللي بيشيلها؟ ممكن يكون صحيفة ورقية زي المجلة والجريدة، وممكن تكون حاجة اسمها ايه، اسمها الصحافة اللي بتعمل طبعات خاصة من الورق، بس ايه، بتبعتها على اجهزة الفاكسيميل او فاكس نيوز بيبرز، تعتمد على فاكس وقراء معينين بيشتركوا فيها وبتوصل لهم على اجهزتهم. عندي كمان الصحافة الالكترونية غير المطبوعة، مش مطبوعة خالص بقى، هي الكترونية بس غير مطبوعة. طيب الكترونية غير المطبوعة دي بقى بتاخد كذا شكل. طيب ايه هي؟ انا اول حاجة عندي اللي هي الصحف الفورية. فورية، طب واشكالها ايه الصحف الالكترونية الفورية دي؟ ممكن تكون نسخة الكترونية من صحيفة مطبوعة، زي الاهرام، انا عندي الاهرام صحيفة مطبوعة بروح اشتريها، زي اللي كنت بقول لكم روحوا اشتروها كده اهوت من البائع، وعندي ولكن هي بتصدر كمان على الايه، شبكة الانترنت، ليها موقع وبتصدر على شبكة الانترنت، او جريدة الكترونية ملهاش اصل ورقي زي اليوم السابع مثلا، ولا اليوم السابع ليها اصل ورقي، والله انا نسيت، اصل مخي مهنج معلش عندي ظرف مراتي. طيب وممكن تكون موقع لمؤسسة اعلامية، او ممكن تكون موقع اخباري على شبكة الانترنت يعني. طيب ايه هي بقى؟ يبقى عندي الصحافة الالكترونية عندي نوعين، الكترونية فورية اونلاين جورنالزم، طبعا بتتسم بالتفاعلية بقى والتجديد المستمر، وانشر وامسح واعمل واحط الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لكن عندي صحافة الكترونية غير فورية اللي هي اوفلاين، يبقى اونلاين فورية واوفلاين ايه، غير فورية، اوفلاين جورنالزم. طيب ديت مالها؟ دي بتحط اعدادها على وسائط الكترونيه، على السي دي، على فلوبي ديسك، بتبقى مخزنه يعني. طيب الصحافه المخزنه ديت بنعمل بيها ايه؟ بنسترجع بيها الاعداد القديمه. هتلاقي بقى مين بيستفيد بيها؟ الباحثين واللي هم بيدوروا على حاجات قديمه بيروحوا بيبداوا ان هم يقروها على الايه، الاقراص المخزنه او الاقراص الضوئيه. تمام كده؟ آخر نوع من أنواع الصحافة إيه هو؟ من حيث النموذج الاقتصادي، يبقى آخر نوع من أنواع الصحف من حيث النموذج الاقتصادي. طب من حيث النموذج الاقتصادي مدفوعة ومجانية. طب هو في صحف مجانية؟ في زي الوسيط، عارفين الجورنال الوسيط؟ طيب الفرق بينه وبين المدفوع، المدفوع هو مش هو بيعمل إيه؟ بيستنى لما بيعلن عن نفسه، عندهم مندوبين اعلان، مندوبين الاعلانات دول بيروحوا يلفوا على الشركات، بيلفوا على الشركات بيتفقوا معاهم، يقول لهم مثلا انا عندي ربع صفحة مثلا او السنتي، بتتباع بالسنتي، هي السنتي مربع بتتباع بكذا، اعلنوا عندنا واحنا بيبقى مقابل مادي. فالصحف دي بتعمل ايه؟ بتجيب اعلانات وبتاخد فلوس مقابل الاعلانات دي. تمام كده؟ طبعا كل ما كانت الجريدة بتنشر اكتر، كل ما بيكون بتتوزع على مساحة اكبر، كل ما بيكون ايه، بيكون سعر اعلانها اغلى، وبيكون الناس بتحب تنشر فيها اكتر، علشان بدل ما 10 هيقروا الصحيفة ويشوفوا الاعلان، لا 100 هيقروا الصحيفة ويشوفوا الاعلان، لا مليون هيقروا الصحيفة ويشوفوا الاعلان. تمام كده؟ يبقى الصحف المدفوعة او البيد نيوز بيبرز هي بتباع للقارئ، انا بروح ادفع ثمنها زي كل الصحف اللي احنا عارفينها، لكن الصحف المجانية اللي بتيجي تتوزع زي اللي هي فري نيوز بيبر، تتوزع زي الوسيط، هو بيعمل ايه؟ بياخدش مننا احنا فلوس، ما بياخدش من القارئ فلوس، هو بياخد من المعلن بس فلوس، وبياخد من المعلن فلوس يغطي عملية الانتاج والطباعة والنشر. تمام كده؟ يبقى احنا النهاردة هو ده كان درسنا، اتكلمنا فيه عن انواع الصحف،
قلنا انواع صحف تنقسم من حيث كذا مقياس زي كده. لو قلنا سكان مصر بنقسمهم ازاي؟ هنقول من حيث التعداد مثلا، ممكن من حيث تعداد المحافظات، ممكن من حيث العمر، ممكن من حيث السن، ممكن من حيث الشباب ولا الاطفال يعني، او البنات الاناث والذكور. عندنا من الريف والحضر عندنا طرق كتيره، برضو دي طرق كتيره نقسم بيها الصحف. أول طريقة معيار دورية الصدور بتصدر إمتى، معيار تغطية جغرافية إيه المكان اللي بتصدر فيه وتغطيه، محلي ولا دولي ولا قومي، معيار المضمون يعني عامة ولا متخصصة، معيار الاتجاه السياسي مستقلة ولا حزبية، معيار حجم التوزيع شعبية ولا نخبة، معيار الشكل الفني مجلة ولا جريدة، معيار الوسيط الاتصالي هي مطبوعة ولا إلكترونية فورية ولا إلكترونية مخزنة، وآخر حاجة من حيث النموذج الاقتصادي يعني مدفوعة paid newspapers ولا صحف مجانية free newspapers. تمام كده، ده درسنا النهاردة، ومحتاجة تقروه كويس وتسمعوا اللي أنا بعته PDF، وبعد كده تبدأوا إن أنتوا تسمعوا الفويس وتقولوا لي أسئلتكم. في انتظار، في أمان الله.